فضيلة الشيخ، رجل يقول: اشتريت سيارة عن طريق إحدى البنوك بنظام ما يسمى بالمرابحة، حيث أن البنك أرسلني إلى إحدى المعارض لمعاينة السيارة، ومن ثم قام البنك بشراء السيارة وبيعها لي على أن أقوم بسداد المبلغ أقساطا إلى البنك بزيادة نسبة 8% عن كل سنة. وبعد امتلاكي للسيارة قمت ببيعها للمعرض الذي اشتريت منه السيارة، وذلك لحاجتي للمال، ولم أقدم على هذا الفعل إلا بعد سماعي فتوى في جواز هذا الأمر. ثم أخبرني بعض طلبة العلم بأن هذا الأمر لا يجوز لأنه بيع ما ليس يملك، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذا العقد لم يستوفي شروط الصحة، أولا لأن البنك بنك ربوي، بنك ربوي، وينبغي الابتعاد عن المؤسسات الربوية لئلا يتعاون معهم على عملهم المحرم وهو المرابات. وثانيا أنهم لا يملكون السيارة وقت أن عقدوا معك، بل لما عقدوا وانتهيتم راحوا شروها لك، وهذا أمر لا يجوز. أو أنت اشتريتها وهم سلموا ثمنها وقيدوا عليك بزيادة، وهذا ربا صريح ولا يجوز. لكن ما دام أنه حصل الأمر وبعت السيارة فعليك التوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا. نعم.